الشمال الشرقي من الهند. مقارنة ببقية شبه القارة هذه، تبقى هذه الأراضي تقريبا غير ملموسة وغير مستكشفة، مما يجعلها من آخر براري الهند العظيمة. مليئة بالغموض والتقاليد القديمة، إنها ملجأ ناء وجميل، جبال شاهقة وأودية عميقة من الأدغال تحتوي على العديد من حيوانات هذه البلاد الفريدة والنادرة. يتشارك الإنسان والحيوان خيرات هذه الأرض الغنية، لكنها بيئة هشة كذلك. الشمال الشرقي من الهند يتشكل من مجموعة من 8 ولايات تتواجد على حدود 5 دول، وفي نقطة تنوع بيولوجي مهمة ومعترف بها عالميا. مع ذلك هي من أقل المناطق استكشافا في كل الهند. يسيطر على حدود هذه المنطقة الشمالية أعظم سلسلة جبال في العالم، سلسلة جبال الهيمالايا. من ضمنها 9 من أعلى 10 قمم في العالم، ومع أكثر من 30 جبلا يعلو أكثر من 7000 متر، إنه عالم مهيب. مع أقل درجة حرارة متوقعة في أعلى قمة في العالم، جبل إيفرست، أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر. ورياح تعصف بسرعة 280 كيلومترا في الساعة. الارتفاعات العليا من سلسلة الجبال هذه قاسية بشكل لا يمكن تخيله. الظروف تقريبا بنفس القساوة تحت خط الثلج. يسبب التعرض القاسي للرياح انهيارات صخرية متكررة، كما ينتج مساحات من الحصى وحواف مسننة. قلة فقط يمكنهم تثبيت أقدامهم على تلك المنحدرات الصخرية الغادرة. متسلق الجبال الجريء والذي يسمي هذه المنطقة عديمة الرحمة موطنه، الباريل، خروف الهيمالايا. توازن مثالي ورشاقة يسمحان له بالتحرك بثقة عبر الحواف المسببة للدوار. لقد تكيفت هذه الحيوانات بشكل جيد مع نمط حياتها في المرتفعات العالية ومع البرد القارس. يبحث هذا القطيع الصغير عن الطعام القليل في المنحدرات، كالأشنيات وبعض العشب الجاف. تحصل على القليل من الماء فقط من هذا الطعام، لذا يجب عليها العثور على جداول نصف متجمدة على جانب الجبل. لديها الحق بأن تكون متوترة، فهي ليست وحدها. يتم افتراس البارال من قبل مفترس شبيه بالأشباح ويكاد أن يكون أسطورياً. فهد الثلج.
مخلوق جميل لكنه مليء بالأسرار. قلة هم من سيلمحون هذا الحيوان المذهل حتى. إنه شبح هذه السلسلة النائية. بالنسبة للبشر، الوصول إلى قمم هذه الجبال يعتبر من أعظم الإنجازات، لكن بعض الحيوانات تجتاز هذه القمم الشاهقة بشكل معتاد. تم تسجيل مشاهدة الإوز مخطط الرأس على ارتفاعات تجاوزت 7,000 متر. يهاجر هذا السرب جنوبا فوق الهيمالايا إلى أراضي الغذاء في الشتاء شمال الهند. ستعاني بعض الحيوانات لكي تتنفس حتى، حيث مستويات الأكسجين عند هذه الارتفاعات يمكن أن تكون أقل من نصف مستواها عند سطح البحر. لكن الإوز مخطط الرأس يمكن أن يطير حتى 80 كيلومترا في الساعة، ويرتفع بمقدار 1 كيلومتر في الساعة. العبء الذي يتعرض له جسمها هائل، بحيث يمكن له قتل إنسان بسهولة. طورت هذه الطيور وظائف أعضاء جسمها لتصبح مذهلة ولتسمح لها بالتأقلم مع هذه الرحلة الصعبة. تستعمل عضلاتها الأكسجين بشكل أكثر فعالية من الطيور الأخرى، ورئاتها أكبر بكثير بالنسبة إلى رئات البط، الإوز والبجع. تسمح هذه الميزات للإوز مخطط الرأس بأن يستفيد بشكل كامل من الأكسجين المحدود المتوافر، وأن يدفع بجسده إلى أقصى حد. تسمح له سرعته وتحمله للظروف الصعبة بالطيران لمسافات مذهلة تصل إلى 1,500 كيلومتر في يوم واحد. مما يسمح له بقهر جبال الهيمالايا العظيمة في رحلة واحدة. في الأراضي التي تطل عليها هذه الجبال المذهلة، تبدأ مناطق متنوعة بالظهور، وذلك بفضل التغيرات في الارتفاع والمناخ. تظهر مروج جبلية فوق وبين المنحدرات الشجرية، وغالبا ما يتردد عليها ضيف مفاجئ. الدب الآسيوي الأسود. ينمو فراؤه الكثيف بشكل أكثر طولا حول عنقه، مشكلا طوقا مميزا. تحته يوجد هلال من الفرو، وهذا هو سبب تسميته دب القمر. رغم أن معظم وقته في موطنه في الغابة، إلا أنه حيوان يستغل الفرص وسيسافر إلى أماكن تواجد الطعام الموسمي الوفير. في الربيع، الجذور والنباتات والأعشاب هي جزء مهم من نظامه الغذائي. يعتمد على حاسة شمه المذهلة ليحدد مكان وجبته المحتملة. يمكنه حتى أن يشتم اليرقات حتى عمق متر تحت الأرض، أو التي تكون مختبئة داخل جذور الأشجار المتعفنة.
فك قوي ومخالب بطول 5 سنتيمترات ستنهي بشكل سريع وجود أي مخابئ. لكن عليه استغلال الموسم الوفير هذا بأكبر قدر ممكن، لأنه خلال الشتاء يمكن أن يكون مجبراً على السبات حتى 4 أشهر من العام. في الغابات الموسمية الرطبة عند الارتفاعات الأكثر انخفاضاً تنشط معظم الحيوانات طوال العام. من ضمنها أحد أندر أنواع ساعدين اللانغور في الهند، والذي سمي تيمناً بمعطفه الملون بشكل مذهل. اللانغور الذهبي يعتبر مقدساً منذ زمن طويل بالنسبة لشعب الهيمالايا، لكن لم يتم الاعتراف به كفصيلة منفصلة حتى 50s، ولا يزال هناك الكثير لاكتشافه حول هذا الحيوان الجميل. ينشط بشكل أساسي في الصباح والمساء، مجموعات من حوالي 12 فرداً تتغذى في أعالي الأشجار. يمكن الحصول على الماء والطعام الكافيين هنا، مما يعني ندرة حاجتها لمغادرة عالمها هذا الواقع في أعالي الأشجار. ساعدين اللانغور هي من القرود القليلة التي كادت أن تخسر إبهامها بشكل نهائي. إنها من التكيفات العديدة نتيجة حياتها في أعالي الأشجار، لأنها سريعة ورشيقة تتحرك بسهولة عبر هذه البيئة. أرجل كبيرة وقوية تستطيع دفعها بين أغصان الأشجار، وتؤمن الأصابع المبطنة الطويلة قبضة محكمة، في حين أن الذيول الممدودة بشكل رائع تساعد أيضاً على توازنها. الحياة في المجموعة ليست سليمة دوماً. تناول الأوراق الطرية التي كان يرغب بها أحد آخر قد يتسبب في شجار بسرعة. في النهاية تستقر المجموعة من أجل الراحة وتنظيف نفسها. التنظيف أمر أساسي في المجموعة، حيث يساعد على إبقاء الأفراد بصحة جيدة، ويساعد على الحفاظ على الروابط بين المجموعة، ويخفف من التوتر. لكن يجب ألا يتشتت انتباهها كثيراً. يوجد مفترسون في هذه الغابات، الفهد المرقط. لكن تقوم هذه الأنثى بأخذ الأمور بترون بعد هذه الظهيرة الحارة، حيث إنها بشكل أساسي مفترس ليلي. هي تصطاد الحيوانات الموجودة على الأرض، لكن على هذه الساعدين البقاء متيقظة، لأنها أيضا متسلقة بارعة. مع اقتراب المساء تبدأ بالتحرك خفية، وتتجه ساعدين اللانغور إلى أعلى الأغصان كي تنام، على أمل أن تتجنبها هي وأي مفترسات أخرى في الغابة. يمتلئ الشمال الشرقي بمثل هذه التنوعات. الشمال الشرقي بمثل هذه التنوعات جزئيا بسبب الموقع الجغرافي. تتموضع عند تقاطع شبه القارة الهندية، آسيا الشرقية والهند الصينية.
مما يجعلها نقطة التقاء لتنوع كبير من الحيوانات البرية والنباتات. الباندا الأحمر الذي تمتد منطقته الغربية حتى شمال شرق الهند. يعيش هذا الذكر حياته بشكل منفرد. يمضي الكثير من وقته يتغذى على الخيزران والأوراق النضرة. لكن بسبب تطوره من أسلاف أكثر أكلا للحوم، فمعدة الباندا الأحمر البسيطة تعاني في عملية هضم هذه النباتات، حيث تحصل فقط على ربع المواد المغذية الموجودة. سيضيف إلى نظامه الغذائي قليل الطاقة هذا إن سنحت له الفرصة من خلال أطعمة أخرى، لكن عندما تكون نادرة قد يخسر حتى 15% من وزنه. رغم أنه يتغذى مما على الأرض، يفضل أن يكون على الأشجار حيث إنه متسلق بارع، لأنه حيوان ليلي فهو ينظف نفسه في الصباح الباكر قبل أن ينام. يساعد الفرو الكثيف على المحافظة على درجة حرارة الجسم المهمة جدا، ويمكن أن نجده حتى على راحة قدمه، لذا التنظيف عملية تحتاج الدقة. لكن أنثى عابرة تكفي من أجل الإخلال بنظام نومه. تكون الإناث خصبة ليوم واحد فقط في العام، لذا هذه فرصة يجب عليه استغلالها. النزول السريع ليس مشكلة حين يكون لديك كواحل دوارة تسمح لك بالهبوط ورأسك للأسفل، لسوء حظ هذا الذكر لم تعد هذه الأنثى خصبة. قد يمر وقت طويل جدا قبل أن تسمح له الفرصة مجددا بإنشاء عائلة. تنمو العديد من أنواع الخيزران بوفرة في هذه المنطقة، مستفيدة من وفرة مياه الأمطار. لكن الشمال الشرقي ليس من أوفر المناطق بالمياه في الهند وحسب، بل إنه أيضا يحتوي على بعض أكثر الأماكن وفرة بالمياه على الأرض. تتعرض موسنرم في ولاية ميغالايا إلى حوالي 12 مترا من المطر كل عام، وذلك بفضل اثنتين من عجائب الطبيعة العظيمتين. في يونيو حزيران الرياح الشمالية الشرقية الاعتيادية التي تهب عبر الهند تقوم بعكس اتجاهها، تأتي من الجنوب الغربي وتمر فوق المحيط الهندي مما يجلب الرطوبة. هذا الهواء المحمل بالرطوبة يتحرك عبر الهند منتجا الرياح الهندية الموسمية، وكانت لتهب عبر البلاد مباشرة لولا حاجز جبال الهيمالايا العظيم. تنساب الغيوم الكثيفة إلى الشمال الشرقي، ولعدم وجود مكان آخر لتذهب إليه فهي مجبرة على رمي فائضها على الأرض أسفلها. بالإضافة إلى الحرارة شبه الاستوائية والتعرض الطويل لأشعة الشمس المباشرة، تسمح هذه الكميات الكبيرة من الأمطار لبعض أكثر الغابات المطرية في الشمال أن تغطي هذه المنطقة. تنمو النباتات بسرعة في هذه البيئة،
وهو شيء استغله شعب الكاسي في ميغالايا. في موطن الغابة خاصتهم، الأنهار العديدة هي موارد مهمة، لكنها أيضاً قد تصبح صعبة العبور بعد الأمطار الموسمية. لذا بنى شعب الكاسي جسوراً حية مذهلة. تعلموا كيفية تطويع جذور بعض أنواع الأشجار لتنمو عبر هذه الأنهار. رغم نموها السريع نسبياً، لا يزال ممكناً أن تستغرق هذه الجذور أعواماً عديدة لتصل إلى الضفة المقابلة وأن تشكل بنية قوية بما يكفي. صنع هذه الجسور هو مشروع بنائي هائل لشعب الكاسي. قد يتطلب صنع جسر كبير كهذا عقوداً عديدة، وقد يدوم لعدة قرون. لا بد أن معرفة طرق بناء الجسور والحفاظ عليها تمرر إلى الأجيال اللاحقة، حيث إن من يبدأ ببناء هذه الجسور فقد يحتاج لأن يكملها أولاده. المناطق المتنوعة مع ظروف مثالية للنمو أدت إلى وفرة الحياة في شمال شرق الهند. مع ظهور أكثر من نصف أصناف الأزهار في الهند هنا، تدعم هذه الوفرة في الحياة النباتية بدورها التنوع الشديد في الحيوانات. من ضمنها أكبر حيوانات اليابسة في الهند، الفيل الآسيوي. يمكن لهذه العمالقة أن تنمو لأكثر من مترين ونصف المتر طولاً ولتزن أكثر من 5 أطنان. تدعى الأنثى الأكبر سناً الأم الحاكمة، وهي تقود القطيع عبر هذه الأرض من خلال عقود من الخبرة. هذه الحيوانات الضخمة تحتاج إلى حوالي 150 كيلوغراماً من الطعام يومياً. تحتاج أيضاً إلى حوالي 100 لتر من الماء لهضم ذلك، لذا إنها لا تبتعد أبداً عن المياه. يوفر النهر فرصة رائعة لخفض الحرارة أيضاً باستعمالها لخراطيمها متعددة الاستعمالات كالدش. لكن بالنسبة لهذه الصغيرة، الأمر يشبه أكثر وقت الاستحمام، حيث سيتطلب الأمر منها عدة أعوام لتتقن استعمال خرطومها. هذه الأداة متعددة الاستعمالات تحتوي على أكثر من 100,000 عضلة، مما يجعلها قوية بشكل مذهل، لكنها رغم ذلك حساسة جداً. جامعاً بين الشم واللمس، يستعمل هذا الخرطوم للتواصل والاستكشاف. رغم أن الأعشاب تشكل حوالي 80% من غذائها، أطعمة أخرى مثل الفاكهة والأوراق ضرورية أيضاً، لذا تقوم الأم الحاكمة بقيادة القطيع نحوها. لكنها تسير باتجاه الخطر. الأراضي المحروثة تدمر تدريجياً مساكن الفيلة وتقلصها، والقطيع الجائع يضطر إلى استغلال ما هو موجود لديه.
تأتي الفيلة بشكل متكرر إلى مزارع مثل هذه. بقايا جيدة كهذه بالنسبة إليها قد تكون كارثة بالنسبة للقرويين. لا يمكن للسكان تحمل هذا الدمار بشكل متكرر قبل أن ينتابهم الإحباط الشديد. والنتيجة وفاة العديد من الناس والفيلة كل عام جراء هذه الصراعات. لحسن الحظ يذهب هذا القطيع بأمان إلى الغابة. يطلع فجر يوم جديد في الأدغال المجاورة. وعند ضوء الصباح المبكر تتحرك الفصيلة الوحيدة من القرود عديمة الذيول في الهند. قرد الهولوك جيبون. قردة الجيبون هي المغامرة والبهلوانية في عالم القردة. بفضل أذرعها الطويلة ومفاصلها الدوارة يمكن لكل أرجحة أن تنقلها 6 أمتار بسرعة تصل إلى 56 كيلومترا في الساعة. تشكل أيديها الطويلة والقوية خطافا بطبيعتها مما يسمح لها بالتمسك والتعلق بسهولة. يمكن أن تقفز لأكثر من 10 أمتار عندما تكون الأغصان متباعدة. أي خطأ في التقدير قد ينتج عنه سقوطها من ارتفاع عدة طوابق إلى أرض الغابة في الأسفل. تعيش قردة الجيبون بالشكل المعتاد في مجموعات صغيرة مشكلة من زوج بالغ وطفلهما الصغير. رجال الناغا يكسبون مكانة في مجتمعهم عن طريق قتل شخص من قبيلة أخرى ثم أخذ رأسه. كان يعتبر أن الرأس مكان المعرفة ومكان روح الإنسان، وكان مهما في العديد من الطقوس. لحسن الحظ هذه من التقاليد التي طواها ماضي شعب ناغا. يمكن للشبان في هذه الأيام كسب مكانة عن طريق المصارعة. تحت مراقبة أعين الكبار ما زال شعب ناغا يعتمد على الغابة من أجل الطعام والنباتات العلاجية. بينما نساء هذه القبيلة يجمعن هذه الموارد المهمة، يخرج الرجال من أجل الصيد. يستعملون صرخات مثل صرخات قردة الجيبون من أجل إخراج فريستهم.
حيث يمكن قتلها بسرعة. بعد هذه الأرض مع استقلال شعوب تلك القبائل حافظ على هذه المنطقة لقرون. يغادر الثعبان بمعدة خالية، لكن لن يستغرق وقتا طويلا ليعثر على فريسة أخرى في هذه الغابات المطيرة الغنية. الأمطار الموسمية الغزيرة التي تسمح لهذه الغابات بالازدهار تملأ أيضا جداول وأنهار الشمال الشرقي. وفي بعض المناطق قد يشكل هذا شلالات مذهلة. ولا يوجد ما هو أكثر إذهالا من المنطقة في ولاية ميغالايا، حيث تسقط شلالات نوكاليكاي المهيبة مسافة أكثر من 300 متر دون أن يعترضها شيء، مما يجعلها أطول شلال عمودي في كل الهند. ساحبا الماء من منطقة مساحتها أكثر من 500 ألف كيلومتر مربع، القسم الأعظم من مياه الشمال الشرقي يتدفق إلى أحد أكبر أنهار الهند، نهر البراماپوترا، ينشأ من التبت قبل أن يعود ويدخل هذه المنطقة متدفقا لحوالي 3000 كيلومتر. تحط الأنهار الجليدية والأمطار منحدرات الجبال جارفة الرواسب إلى نهر البراماپوترا، مما يسمح للأراضي الغنية بأن تظهر عند ضفافه. تماسيح الغاريل يعتقد أنها قد اكتسبت اسمها من الشيء الغريب الذي ينمو على أنوف الذكور، حيث إن غارا تعني في الهندية وعاء. تنمو هذه لدى الذكور مع التقدم في السن، يعتقد أن أولئك ذوي الأوعية الأكبر هم أكثر جذباً للإناث. لكن هذا الوعاء ليس لتمتيع النظر وحسب، إنه أيضاً أداة. يضخم الهواء المضغوط عبر فتحتي أنف الذكر باستعمال هذا الخطم بصلي الشكل، يتحول إلى صوت طنين مرتفع يمكن سماعه حتى مسافة كيلومتر. عندما تختار الأنثى شريكها سيختفيان تحت السطح ويظلان تحت الماء لوقت قد يمتد إلى نصف ساعة. تضع الإناث بيوضها على الضفاف الرملية للأنهار. على عكس تماسيح كبيرة أخرى، إنها تعاني لتسير بدون ملامسة جسدها الأرض، لذا عليها أن تزحف على بطنها إلى المنطقة المختارة. تنتظر ظلام الليل لتحفر عشها، حيث قد تضع حتى 60 بيضة كبيرة. ستحرس هذه الأم العش لمدة شهرين بينما يحتضن الرمل الدافئ بيوضها. بمجرد أن تفقس وتخرج إلى العالم الجديد ستصطاد صغار تماسيح الغاريل اللافقاريات الصغيرة. لكن يمكن لهذه الصغار أن تتطور إلى أحد أكبر الزواحف على الأرض.
يمكن للذكور أن تنمو إلى طول 6 أمتار، وخلال نموها ستبدأ بالتوجه نحو فرائس أكبر. لكن رغم مظهرها وحجمها المهيبين، تلك الفرائس لا تتضمن البشر. أسنانها التي كالإبر وفكها الطويل النحيل ليس قادرين على التعامل مع الثدييات الكبيرة، على عكس ما هو الحال عند بعض أقاربها البعيدة. لقد تطورت لتصطاد الأسماك. يمكن للنتؤات على حراشفها التقاط ذبذبات أسراب الأسماك العابرة. ويمكن لتلك الفكوك الطويلة النحيلة أن تنسل عبر الماء بمقاومة مياه بسيطة، مما يسمح لأسنانها التي تشبه الإبر بأن تخترق أي سمكة في طريقها. القدرة الكبيرة لتماسيح الغاريل على صيد الأسماك جعلت هذه الفصيلة القديمة في نزاع مع الصيادين المحليين من البشر. هذه الفصيلة التي كان منها أعداد هائلة يعتقد الآن أن ذاك التعداد الكبير قد انخفض إلى 200 تمساح فقط في كل الهند. تمساح الغاريل الذي كان يلاحظ بشكل معتاد على طول نهر براهماپوترا ربما يكون قد انقرض بالفعل في هذه المياه. بموقعه بين جبال هائلة مغطاة بالثلج وأراضي الهند الصينية الاستوائية، قد أصبح الشمال الشرقي أرض تنوع وعجائب. ما زال الغموض والأساطير يحومان حول هذه الغابات النائية ويؤمنان الحماية لعدد هائل من الحيوانات النادرة والمميزة. لكن مع انتهاك العالم المعاصر التدريجي لحرمة هذه الأرض المنسية، يستمر الضغط على الطبيعة بالازدياد من أجل نجاة وازدهار الحياة البرية المعرضة للخطر. يجب على البشر حماية هذه البراري الهشة.